شباب شوفوا هنا يعني اهل الحي يسوون حتى كليتشة. هاي كليتشة. ها حيوية. هاي كليتشة مو هاي جبنا تقريبا بالسبع كراتين ثمانية بقت بس هاي. هاي شنو هلكم يسوون ودزوكم اياها البيوت هناك يسوون ودزنا من هناك من اهل الحي. والله عافية بخواتنا من اهل الحي بارك الله بكم. هذا من راح تتزوجون وشنو عندكم ولد وثقوها لهاي المرحلة إن شاء الله، لأنه البطل الحقيقي مو اللي يسولف. أي صحيح. البطل الحقيقي اللي عنده قصة باكر يقول لابنه ترى أنا بزمن الموت شنو الشجاع. أكو ناس ندري بيها هنا يجي ياخذ له صورة وقال المرته شوفي أنا بالتظاهرات. إحنا ندري الثوار والتظاهرات إلها رجالها وإلها أهلها. هسه خواتكم أمهاتكم يسوون ذني. يزون الثوار يستاهلون الابطال، شو قدم لهم يعني قليل بحقهم والله. ذني اقول للحكومه او للمسؤولين او للي بعد بيده بندقيته او بيده سكينته بساحه التحرير لو بالحبوبي لو بالتربيه لو بكل محافظات العراقيه تقتل الخبزه تعثر وحياتكم عبر التاريخ خبزه العراقيين توجع ومن تتطاول عليها وتمنعها ما راح تخلي لك ذرية. فعلا ينطبق عليك قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. لكن إحنا كشعب ولاد للقيم، ولاد للبطولة، ولاد للرجولة. هسا هذا أنا مو سيناريست، مو كاتب قصص بحيث إنه أنا أسولف عن كوكب آخر. أنا أسولف عن واقع موجود الآن. أمهاتهم وخواتهم وأهلهم بالكوت بقضاء بالكوت يسوون كليتشة ويودون. تريد توقف وتنحني أو تحني شعب بهذا المستوى وتريد تنتجي على واحد باكر حتى يعطيك كرسي؟ مو الكراسي هم مرات نوخذن بالقوة وقعدوا عليهن بس بنطلعوا وتكسرت على رؤوسهم وتالي متالي شردوا الكراسي الحقيقية. تيتها السلطة خل تتعلم من هاي الشباب، خل تتعلم من هذا، خل تتعلم من هاي البطولة. هذه كراسي هالك اخوان، كراسي هالك. ما يفيدك الإيراني وما يفيدك الأمريكي وما يفيدك الخليجي وما يفيدك البريطاني، يفيدونك أهلك. وشفتم النهايات التي وصلتم إليها لأنكم انتجيتوا على الغريب، والغريب ما كان أديب، والغريب ما كان نزيه، واللي أقدر منه الحط إيده بيد الغريب.